طيب هنبدأ في التجربة رقم 5. التجربة رقم 5 بتتكلم عن النور جيت. ايه هي النور جيت؟ طبعا النور جيت احنا كده كده هناخدها في المنهج في شابتر 3 تقريبا، بس دلوقتي احنا بس هنتكلم عنها بشكل نظري سريعا كده. النور جيت الرمز بتاعها حاجة بالشكل ده، هي عبارة عن اور جيت، تمام، اور جيت عادية خالص، بس الفرق ان في هنا نوت، تمام. ولو قلنا ليها تو انبوت اي وبي والاوتبوت واي، فهنقول ان الواي بتساوي ايه اور بي، بس في هنا ايه، في هنا علامه النوت او الانفرتر. فهي النور جيت كانها بتساوي اور جيت ومعاها نوت جيت. يعني انت معاك اور جيت بالشكل ده، حطيت بعديها نوت جيت بالشكل ده، هتديك الاور جيت او النور جيت اللي هي بالشكل ده. طيب تعالى كده نحسب التروست تيبل بتاعنا. ادي الاي وادي البي، تمام، وادي الواي. طبعا الاي والبي هيكون ليهم اربع احتمالات مختلفه، اما 0 و0 او 1 و0 او 0 و1 او 1 و1. طيب 0 اور 0 ب0، اعمل له الانفرتر هيبقى بواحد، يبقى ده كده هيطلع لي واحد، ماشي. 1 اور 0 ب1، اعمل له الانفرتر هيبقى ب0. 1 اور 0 ب1، اعمل له الانفرتر هيبقى ب0. 1 اور 1 ب1، اعمل له الانفرتر هيبقى ب0. فده معناه ان النور جيت بتطلع واحد بس لما يكون الانبوت كله بصفار، لو مش بصفار هتطلع اصفار. يعني لو الانبوت على الاقل فيه واحد بس او كله وحايد زي الحاله الاخيره دي، فهي هتطلع صفر. طيب نروح بقى للسيركت دايجرام اللي احنا هنعمله في الدايره بتاعتنا. احنا عندنا هيبقى عندنا النور جيت هتبقى بالشكل ده، برضه هيدخل لها انبوت اي وبي، والاوتبوت بتاعها هيتوصل بيه مقاومه 330 اوم، وهتتوصل بليد بالشكل ده، تمام. فالليد دي المفروض تنور امتى؟ المفروض تنور في حاله واحده بس، لما الاي يبقى بصفر والبي يبقى بصفر المفروض تنور، غير كده المفروض تبقى مطفيه. ليه؟ لان الاوتبوت مش هيبقى واحد غير في لما يكون الاي بصفر والبي بصفر، غير كده المفروض هي تطفي. المفروض هي تبقى اون هنا واوف هنا واوف هنا واوف هنا، تمام، فهي تنور في حاله واحده بس. طيب دي هنعملها ازاي؟ برضه هيبقى عندنا، هيبقى فيه هنا سويتش وفي هنا سويتش. السويتش ده لو مفتوح ده معناه ان احنا مدخلين صفر، لو مقفول بالشكل ده ده معناه ان احنا مدخلين واحد. طيب دي بقى هنعملها ازاي؟ هيبقى عندنا برضو هيبقى عندنا اي سي بالشكل ده، الاي سي اللي هو هيبقى مكان الاي سي ده. طبعا دي كده كانت رسمه الاور جيت اللي احنا خدناها في اول تجربه. هنعمل ايه؟ هنشيل الاي سي ده ونحط مكانه النور جيت. طيب النور جيت من جوه بتبقى بشكل عامل ازاي؟ او الاي سي بتاع النور جيت، برضو النور جيت من جوه بتكون، او الاي سي بتاع النور جيت بيبقى عباره عن جواه من جوه اربعه نور جيت. طيب احنا محتاجين نور جيت واحده بس، فهنستخدم اول واحده. طيب ادي الانبوت الاولاني ليها، فده اللي هيتوصل بالاي، وده الانبوت الثاني اللي هو هيتوصل بيه البي، وده الاوتبوت اللي احنا هنعمل ايه، اللي احنا هنروح نوصله بيه المقاومه اللي هي 330 اوم، وبعد كده هنرجع نوصلها بيه الليد، تمام. طبعا لو انت مش فاهم الكلام ده ممكن تراجع التجربه الاولانيه اللي احنا اخدناها اللي هي الاور جيت، شرحنا الكلام ده بالتفصيل. طيب وده هنوصله بيه الفولت الفي سي سي، وده هنوصله بيه الجراوند. فدي الرسمه اللي انت هتشوفها. فاحنا لما هنروح للتجربه للتينكر كاد دلوقتي هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هننسخ التجربه بتاع الاور جيت، هنحط وهنسميها تجربه النور جيت، هنشيل الاي سي ده ونحط مكانه الاي سي بتاع الناندو، هتبقى نفس التوصيلات هي هي. ده كده السويتش الاول، ده السويتش الثاني، انا كان ده كده السويتش اللي هو الاي، ده السويتش اللي هو البي، تمام. الاي هيتوصل هنا، البي هيتوصل هنا، وادي الاوتبوت هناخده وهنوصله ايه بالمقاومه، وبعد كده الليد. طيب تعالى بقى نروح مع بعض للتينكر كاد. طيب هتروح برده البرنامج التينكر كاد، ومش هنعمل دايره جديده زي ما عملنا اول مره، لا هنعمل ايه، هنروح لاول تجربه احنا عملناها خالص اللي هي الاور جيت، وهندوس هنا وهنعمل لها دبليكيت او هنعمل منها نسخه، تمام. والنسخه دي هنسميها ايه؟ هنغير اسمها، هنشيل كلمة كوبي اوف وهنسميها التجربة رقم 5 وهنسميها نور جيت. طيب وهنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله محتاجين نشيل الاي سي ده اللي هو كان بتاع الاور جيت، هنعمل له ديليت وهنحط مكانه الاي سي، هتكتب هنا كده هتسرش على الجيت
وهتدور على النور جيت. النور جيت اللي هي فين بقى؟ اللي هي دي. ليه؟ طبعا هنحطها هنا. ده طبعا متوصل بالفي سي سي، ده هيتوصل بيه الانبوت الاولاني، ده هيتوصل بيه الانبوت الثاني للسويتش الثاني، والاوتبوت كالعاده هيتوصل ايه؟ هيتوصل بطرف المقاومه، وعندنا ده المفروض نوصله بيه الكاونت كده. تمام، ممكن بقى نعمل ران. طيب خلي بالكوا ان في حاجه هنا مختلفه في التوصيله. المفروض ان ده كده الاوتبوت، ده الانبوت وده الانبوت، تمام. فاحنا محتاجين نبدل التوصيله. ممكن نشيل ده كده، نشيل السلك ده، ونشيل السلك ده، ونشيل السلك ده. طيب ده الباور، ده الاوتبوت. يبقى الاوتبوت ده هو اللي هيتوصل بيه طرف المقاومه. ده الانبوت الاول، او لا، ده الانبوت الثاني، ده الانبوت الاول، تمام. فده الانبوت الاول هيتوصل بيه طرف السويتش الاول، ده الانبوت الثاني. خلينا بس نعمل ده كده شويه. ده الانبوت الثاني هيتوصل بطرف السويتش الثاني. تعال ندوس ستارت سيميليت، ماشي. تعال نعلي الفولت شويه، نخليه بدل ما هو 2 نخليه 3. طيب تمام. احنا اتفقنا بقى على ايه؟ اتفقنا ان هو طول ما السويتشين الاثنين مفتوحين، يعني صفر وصفر، هتنور، فهي فعلا نورت. طب لو قفلت واحد منهم المفروض تبقى مطفيه، لو قفلت الاثنين المفروض تبقى مطفيه. فاحنا قلنا ان النور هتبقى اون بس في حاله ايه؟ في حاله ان انت فاتح السويتشين، يعني دخلها صفر وصفر، تمام. فكده التجربه معانا شغاله تمام. فانت هتعمل ايه؟ هتصورها مره وانت قافل او فاتح السويتشين، يعني دخل صفر وصفر، مره هتلاقيها منوره، هتلاقي الليد منوره. بعد كده هتقفل واحد وتسيب الثاني مفتوح، هتلاقي الليد مطفيه. بعد كده تفتح الثاني وتقفل الثاني الاولاني، هتلاقي الليد مطفيه. بعد كده تقفل الاثنين، هتلاقي الليد برده مطفيه. يبقى انت كده ماشي تمام. طيب دي كده كانت تجربه النور جيت.